ليش ما عم ترد؟ رديت ما سمعتي؟ عمري ليش مبكر اليوم؟ هيك مريت شوي وهلأ طالع لوين؟ خلي قلي شو في؟ صاير شي؟ رح قابل مدحت، بده يحكي معي. اجا اليوم على المحل، تعرف مو هيك؟ لا لقيتك ما تفاجأت، فكرته قلك. لا ما حكالي، ما عندي خبر. خلي شبك مو طبيعي؟ ولا شي ولا شي. طيب ما بدك تعرف شو قال لي مدحت؟ لا بعد شوي رح يقلي إلي ورح أعرف كل شي. يعني لازم تطلع دغري؟ عود نحكي شوي، شو قصتك؟ خليني روح أحكي معه لنسكر الموضوع وننهي. ماشي. لو سمحت ما تعصب، احكي معه بهدوء. طيب لا خليكي رايح. خاطرك. مع السلامة خليل، لا تتأخر ودق لي كمان. ماشي. انتو من اي بلد؟ ها؟ عم بقول من وين انتو؟ وانت شو دخلك من وين؟ عم تسلى. شوف طريقك من هون، يلا نزيل. ها نحن نازلين من هون لتحت. يلا اسلموا يا اخي. وانت كمان يا معلم. جي الله معك. عمي إذا معك بطاقة زيادة ممكن تقطع لي؟ معي يا ابني بقطع لك. ها وهي حق البطاقة، رح أعطيك يا كاش. ماشي ماشي على مهلك عمي، دير بالك. شكرا يا ابني. ألو ميرنا، أنا مدحت. خليل عندك؟ والله هلأ طلع. تعرفي لوين راح؟ قال لي رايح لعندك. لعندي؟ هو قال لي إنه رايح يشوفك. عن جد؟ مو صح؟ إيه طبعا رح نتقابل. شو في؟ ولا شي، كنت بدي أسألك إذا طلع، عم بستنى. شو القصة؟ حكي لي إذا بتريد. ما في شي بنتي، ما في شي. كيف ما في شي وانت ما بتعرف انه جاي لعندك؟ لا منين عم تجيب هالحكي؟ في شي عم تخبوه، قلي شو القصة؟ لا كل شي تمام عن جد بنتي، لا تقلقي. رح سكر بشوفك، يلا باي.
ألو؟ اسمعيني، أنت ممنوع تطلعي. حاضر متحدثك. ما بتقومي من جنب التليفون بنوب، هالزلمة رح يتصل وأنا متأكد. طيب. رح يتصل، لازم يتصل، لازم يتصل. عمري، ليش مبكر اليوم؟ جبتلك أدويتك. زاهر خليل راح، راح لعنده الهتافة. كيف؟ قال لي إنه رايح لعند مدحت وكذب علي. من وين عم تجيبي هالحكي؟ اتصل مدحت هلأ وعم يقول وينه، ولما قلت له راح لعندك تفاجأ وغير الحكي. وكيف عرفتي إنه راح لعند مصطفى؟ بركي راح لعند حدا تاني. أخذ الفرد معه، أنا كنت قافلة عليه، فاتح الخزنة وأخذ الفرد ورايح لعنده، رايح لعنده.